انتوا امتى هتكملوا جوازكوا؟ الله، انتوا هتفضلوا عرسان مع وقف التنفيذ بالشكل ده؟ وبعدين يا راجل، ده انت خلاص فاضل اسبوعين وتاخد الماجستير. ما انا زي ما قلت لحضرتك، بعد ما اخد الماجستير ان شاء الله هسافر، ومع اول اجازه ده بعد اذن حضرتك طبعا هنتجوز، واخد منا معايا ونسافر نكون نفسنا وبعدين نرجع ان شاء الله. انا معجب بهدوءك النفسي والمصالحة مع النفس اللي انت عايش فيها دي. تاخد منها وتسافر وتكون نفسك. طيب والمركز الطبي ده والعيانين دول مين هيرعيهم؟ ما انا ما عنديش حل غير كده يا دكتور.